دخل الموسم الأوروبي مرحلة الحسم مع بداية شهر مارس وتوالي مباريات الثلث الأخير من الموسم في الدوريات الخمس الكبرى، مع انطلاق مباريات خروج المغلوب في البطولات الأوروبية وتحديدا دوري أبطال أوروبا، وهي المرحلة التي تحدد بشكل كبير مصير المدربين في الموسم الجديد سواء بالبقاء أو الرحيل. وتبدو انتقالات المدربين هذا الموسم وتحديدا في الصيف المقبل ساخنة للغاية، خاصة مع وجود 4 أسماء من العيار الثقيل من دون عمل، وتنتظر بداية الموسم للعودة إلى الأضواء، وهم الفرنسي زين الدين زيدان بطل أوروبا في السنوات الثلاث الماضية، والإيطالي أنطونيو كونتي بطل إيطاليا وإنجلترا السابق مع يوفنتوس وتشيلسي، والبرتغالي جوزي مورينيو الذي رحل عن مانشستر يونايتد في منتصف الموسم الحالي، والفرنسي أرسين فينجر المدير الفني التاريخي لأرسنال الإنجليزي. وما زاد من سخونة موسم انتقالات المدربين مع هذا الرباعي المتحفز هو نتائج بعض المدربين الذين باتوا على بعد خطوة من الرحيل ويتوقف مصيرهم على نتائج نهاية الموسم الحالي. لعل من أبرز هؤلاء الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، والذي يبدو على مشارف نهاية رحلته مع بطل إيطاليا، خاصة في حال الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد. ويبدو زين الدين زيدان هو الأقرب لخلافة أليجري. وفي إيطاليا أيضا يبدو جينارو جاتوزو مدرب ميلان ولوتشيانو سباليتي مدرب الإنتر، بجانب أوسبيو دي فرانشيسكو مدرب روما على حافة الخطر، وسيحسم التأهل إلى دوري الأبطال من عدمه مصيرهم. وفي إسبانيا ما زال سانتياغو سولاري المدير الفني لريال مدريد على مقعد مهتز، خاصة مع تردد أكثر من اسم لخلافته مثل موريسيو بوتشينيو مدرب توتنهام وأليجري، وحتى عودة جوزيه مورينيو. أما في إنجلترا يبدو أولي جونار سولشاير المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد أكثر استقرارا من ذي قبل، لكنه لم يضمن البقاء في الموسم الجديد، في حين دخل الألماني يورغن كلوب في دائرة الشك مع خسارة الصدارة لصالح مانشستر سيتي، وهو ما يعني أنه في حال عدم تحقيق أي بطولة سينهي عامه الخامس مع ليفربول بلا أي تتويج. فيما يبدو الإيطالي موريسيو ساري مدرب تشيلسي هو الأكثر قربا للرحيل في حال فشله مع الفريق الأزرق هذا الموسم. أسماء كبيرة ستبدأ لعبة الكراسي الموسيقية مع نهاية الموسم، فمن سينجو من المقصلة، ومن سيخرج بأكبر المكاسب، ومن سيكون المفاجأة التي لم يتوقعها أحد، كل هذا سيحسم في الشهور الثلاث المقبلة.